السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نقدم لكم الحوت مقلي أو الشطون بتتبيلة رائعة ومختلفة، كيجي لذيذ بزاف. تبعوا معايا الفيديو إلى الآخر. أول حاجة غادي نقوموا بها هو غادي نغسلوا الشطون ديالنا مزيان. بعد ما غسلناه مزيان ودرناه في الشبكه يقطر من الماء، غادي ندوز ان شاء الله للتتبيله ديالنا. غادي نضيفوا له حامضه كبيره معصره، القليل من الخل الابيض، القليل من الابزار او الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من القزبر يابس، والفلفل الحار على حسب الذوق، وكنضيف الملح كذلك على حسب الذوق. جوج معالق صغار من التحميرة أو بابريكا، معلقة صغيرة ديال الكمون، وكنضيفو كذلك معلقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم، وكنضيفو بصلة كبيرة محكوكة، وكنضيفو كذلك الثوم محكوكة، بعد ما ضفنا جميع التوابل ديالنا غادي نخلطهم مزيان باش يتجانسوا لينا. كنخلطهم مزيان باش الحوت ديالنا كيتشرمل. من بعد كنخليو الحوت مرقد في داك العطريه لمده ديال ساعتين او ساعه على الاقل باش كيشرب العطريه مزيان وكتدخل ليه لداخل، عاد كندوزو ان شاء الله نقليوه. بعد ما شربنا الحوت ديالنا العطريه غادي ندوزو نقليوه. كناخدو الطحين او الدقيق الابيض كنديروه بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، والزيت كتكون عندنا سخونه.
هنا كندوزو نقليو الحوت ديالنا بعد ما كنخليو الزيت تسخن مزيان باش الحوت ديالنا ما كيلصقش في المقلاه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا او الشطور، كيجي رائع. والتتبيله او الشرموله اللي درنا له كتعطيه واحد اللذه رائعه، غير جربوها غادي تعجبكم بزاف. وشكرا على المشاهده، وما تبخلوش علينا بلي لايك وبالتعليق زوينين. وبالنسبة للمشاهدين الجدد كنتمنى تشاركوا في القناة باش تدعموني وتشجعوني باش القناة ان شاء الله تزيد تكبر وتزيد القدام. شكرا على المشاهدة، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام.